وضع حطينا فيه أنا وأنت يا ليلى، بس خلاص أنا قررت أتزوج وما علي من أبوي. لا يا عود، هذا الكلام ما يصير. أبوك أولى وألزم مني، وبعدين لا تفتكر أني برتبط بيك وبخرب علاقتك مع أبوك وأهلك. لا يا عود، بس أقول لك يا ليلى، لا تقول شيء، وإن شاء الله الله يخليك. إن شاء الله. أهلا والله، أهلا بسعيد، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا ولد، من شيفتك يفرح فؤادي وخاطري. سعيدة يومك اليوم جاي من وقت على ما خلصت من الشغل؟ لا طال عمرك، قمت من وقت وقلت أمر عليك أشوفك. إنزين توعد مو في خاطرك تبغى حليب خالص ما فيش أبيض، ولا تبغى مخلوط؟ أبا شاي حمر راسي يعورني وقلاص ماي. سلامتك إن شاء الله راسك ما يعوقك. تبت ولاد مرة حبت الاحترام مرة حبت الاستعداد، تو بيجيب لك شاي في دقيقة واحدة. زين يلا عيل بسرعة. أقول لك سعيد، شوف ذاك الرجال هناك باين عليه عنده مصيبة. مصيبة؟ وأنا شو دخلني؟
سعيد راح لأن ما تعجبني إلا أنك اليوم مخك أشوفه ما شدقل سلحوا لأختك سلمى يمكن تلقى له حل. حديقتي سلمى زين اسمعني أنت قم سير لي بالشاهي وبعدين إن شاء الله بشوف مشكلة هذا الرجال. يا الله بيت 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 بي. طب كلامك حلو عجبني. يا سلمى سلمى خير ايش هناك؟ في ريال عند الباب يبات تحلي له عنده مشكلة. برايك انت بنشوف هذا اللي جاي من يدينك انت ايش بيكون يعني؟ خليه يتفضل داخل المجلس. حاضر سلمى. يعني مشكلتك يا عوض انك تحب واحدة مطلقة وتبغى تتزوجها؟ لا طال عمرش ما هي هذه المشكلة. المشكلة الوالد والوالدة ما باغينها تزوج واحدة مطلقة. هو المانع انها مطلقة والناس طبعا هذه الايام ما تبغى المطلقة. معترضين وما عارف كيف اقنعهم. ولما كنت جالس في المقهى خبرني معيوف وقال لي في حد يقدر يحل مشكلتك وطرشني عندش يا سلمى. وإذا كنت ما تقدر لا تتعب بنفسك وخلينا نروح أحسن. طيب ممكن تعطيني عنوانك يا عوض؟ شغل؟ أريد عنوان البيت واسم الوالد بالكامل وين يشتغل؟ إن شاء الله طال عمرش. ها بشر استفدت ولا ما استفدت؟ مو قلت لك سلمى؟ وإيش قالت لي سلمى؟ خذت مني معلومات وخذت عنوان البيت يا معيوب ولحد الحين ما عارف إيش هي النتيجة. جاني وخذت معلومات. أبوي سلمى هذه تخطط وتخطيطها ما يروح في الفاضي. وبعدين سلمى هذه تحب تساعد كل الناس. إن شاء الله إن شاء الله يا معيوب والله يسمع منك. اسمها ليلى خميس موجودة عندكم؟ اي نعم موجودة على اخر ممر على ايدك اليسار. طيب شكرا عزيزتي. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي. كيف حالك ليلى؟ انا بخير الله يسلمك بس انا ما عرفتك وايش سبب زيارتك؟ انا اسمي سلمى. العالم صغير يا ليلى. عوض هو اللي عرفني عنك. عوض؟ أنت ما في كلمة في لسانك غير شمس شمس؟ ما أسوي؟ أنا ما في لساني وبس. هذه مغيبة براسي وحارقتني فوق ما تتصور. أتصور يا هاشم ما يمر علي يوم إذا ما أسمع صوتها أو ما أشوفها هتجيني رقفة كما رقفة الموتى. حالة مختلفة أهيك تشوفني هدور سكيك واحيانا اغيب عن الوعي. اتصور صديقي هذيك المره المره الماضيه قابلني الاسعاف. سالم مو جالس تقول سير بسرعه قبل ما اكلك غيب عن وجهي. ممكن اوقف معك دقائق؟ الشمس طلعت وانا بعدني أحس إني مشموش محبوس مكبوس. أنا أحس لي قوم أروح أشوفك بديت تهربت. أنا ما يهمني سكوتك يا شمس. حتى لو أوقف معك دقائق؟ والله أحلى جملة أسمعها اليوم. أوقفي يا بنت ساعات الأرض بتتحملك عيوني بتتحملك الشارع كله يتحملك. كان حابسني بالغرفة حرمني حتى من الخروج لحوش البيت. كان يضربش طول الوقت. أخوي حاول معي كذا مرة يوديني المستشفى عشان التقرير الطبي وأنا كنت أرفض. كان يرجع كل يوم سكران ويطلب مني أجهز له الأكل. ما كانت تفرق معه الصبح ظهر ليل
المهم ما مرة تتنفس. يا مريشة يا طير. ايه انت؟ نعم. جاهزين الغداء؟ الله يهديك، بس كيف تريدني احط لك الغداء وانت قافل علي الباب؟ ايوه جاهزين الغداء. كيف؟ اقول لك جاهزين الغداء. ما في اغراض، ما في شيء بالبيت، كيف اجهز لك الغداء؟ هذه مشكلتك مو مشكلتي. كل ليلة كان يشبعني يضرب. في البداية ما خبرت أهلي، لكن مدة العذاب طالت. هو المر اللي قاعدة أشربه على إيده ما ينتهي. طيب الطلاق كيف تم؟ تصوري طلب 1000 ريال. تبين أطلقك؟ تدفعي لي 1000. حاضر إن شاء الله بعطيك 1000. من الآلاف اللي تقولي عنها كفيني 1000 واحد، والباقي خلي لك. وما كنت أعرف مصيري إيش بيكون. ها؟ يعني الرجال قبل الزواج كان آدمي وبعد الزواج صار وحش؟ أقول حسين. قولي شو عندك؟ أنت ليش ما تترك الشرب وصحبة السوق؟ الوقت اللي تضيع معه ليش ما تستغله بشيء يفيدك؟ ليش ما تقعد مع أسرتك بيتك؟ بحاول لو انه شيء صعب. لا ما في شيء صعب مع الإرادة والإصرار. صدقني انا بكون معك خطوة بخطوة، بساندك وبساعدك. تبغين اصير حق اهل الولد واسال عنهم؟ هذا ما يصير. أنا ما قلت لك يا سعيد تروح حال أهل الولد وتسأل عنهم وبس. عنوان البيت عندك وأبغاك تشوف شغلك. أنت عاد تبيني اليوم أغير اسمي من سعيد بن جوهر إلى جيمس بوند؟ هذا ما يصير. لا يصير أنك تسأل عن الولد. لكن هو صحيح ما يصير أنك تتحول إلى جيمس بوند. برايك أنت؟ براي أنا؟ أنا شو ذنبي إني سمعت كلامك؟ ولا انا اربط راسي بدون وياك؟ سرت جبت الولد من القهوه، حرام عليك، انا مظلوم وياك. انت بطل. ايه انا بطل طلب وياي. انا بطل. أمك بقولة؟ خالي قلنا لك 5 دقائق وهي راجعة. إيش معناتها؟ يعني أنا وأنت إذا جلسنا في هذا البيت من الحين إلى في الليل أكيد بنتناطح كما التيران. خالي لسه جيب لك معي بارد يثلق لك صدرك. إنزين ما في مشاكل أبداً، ما في مشاكل، لا تحر نفسك، أجيب لك معي بارد. أمك موجودة؟ لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم، ما حد يفهمني في هذا البيت. يا سعيد الله يهديك، ليش صوتك كذاك واصل إلين برا البيت؟ خبرني إيش، خلصت المهمة؟ سالم ولدك عجيب. سالم
قالنا يكون صرت تسأل عن ولدي سالم؟ لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم، أنا ما ابتكيت بالولد تطلع للأم. على العموم أنا جايلك في أخبار سارة عن عوض وحيان. زين يا سعيد زين، والله إنك بطل بصراحة، رجل مهمات، وأنا ما يخيب ظني فيك أبداً. قول قول إيش عندك فرحني. اسمعي يا أختي العزيزة، أقول لك شيء. العائلة بارك الله فيك هاي تتكون من أب وأم وستة أولاد. ها بس ها في نقطة، في معلومات دقيقة جداً. شو هالمعلومات بارك الله فيك؟ الأب عنده 5 أخوات مو بشقة من أمه، والأم عنده 5 أخوات بعد مو بشقة من أبوها. وصلنا خير. وبعد طال عمرك عرفت معلومة عاد صراحة وايد حساسة. ها تعجبيني. قول قول كل أذان صاغية. وين الغول؟ المهم اسمعني، أنا أحب أخبار الحلول المغلقة. كيف يعني؟ يعني أريد أسمع اللي عندك، أريد أسمع أخبار أكبر من هذه. عندي؟ وأنا أبو هندي عندي الجيران ما يدانون أبدا. منو اللي قالي؟ الولد قال كل الكلام اللي عنده خرب وقال كل شيء. بابا مايوفا؟ 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 صبر أخبار؟ ألامك تقولت نسوي لنا كذاك حليه؟ ها؟ ألامك تصدق؟ وبعدين من قال لك أنا شوفني معيوفة؟ أنا معيوف رجال، أنا ما حرمة. قول مو عندك مو تبغى. بابا وين فلوس؟ انزين وعلي مو كذا مستعجل؟ روح توعني روح وتعلي مرة ثانية. لا بابا، أرباب كلام لازم يجيب فلوس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودلح للألام كمكتك ترفع السعر كيسة السكر أول ب300 بيسة وتو خليتوها عاد 550 بيسة. ألام كم حشارتونا تروحهم برفع الأسعار. بابا هذاك أول، الحين كل نفر مواطن معاه زيادة، لازم سامان زيادة. ندوك أبو ندوك قرطوس تخذيه ورق تكبو جابنها. أنت تتكلم كأنك مسؤول عن الأسعار في البلاد. بابا أنت إذا ما يريد أنا ما في مشكلة في رجع سامان. كيف ما أبغى ود الحلال؟ أبغى وغصبا علي وعلي حبوتي بعد لازم علي أدفع. اسمع بابا، أنت إذا أشوف هاي سامان غالي لا يبيع شاي 50 بيسة، بيع 100 بيسة، 150 بيسة، 1000 بيسة. ها؟ اسمع يا عوض، لا أنا بكرة ضروري أشوفك في مكتب ليلى. لا تسألني عن حاجة الحين، بتعرف كل شيء بعدين. طيب يلا مع السلامة. اسمع يا عوض، الله يخليك، بكرة إن شاء الله تمر علينا الساعة 10 في مكتب ليلى، ها لا تنسى. طيب مع السلامة. شكرا. الطبخة استوت ولا يبيها وقت؟ كل طبخة في العالم لها مواصفات خاصة، مواصفات تصلح لها. أحياناً الكبير ما يقدر على الصغير، وأحياناً الصغير هو اللي يقدر على الكبير، لأن النظريات اليوم اختلفت باختلاف العولمة. أظني أنت فاهم أن أنا فاهم شيء؟ أنا مو فاهم ولا كل اللي تقولينه. غلطانة إذا أنت فاهمة إني أنا فاهم. والله عاد ما ذنبي إذا أنت ما تفهم اللي أقوله. بس يا أختي سلمى، اللي ما أفهم اليوم بفهمه باكر، ولا شو رأيك؟ الحياة تعلم وتترك أثرها بالناس، واللي ما يتعلم فيها تلقاه ضايع وهو الخسران. استاذة ليلى. ايوه. الاخت سلمى ولا اخ عوض يريد يقابلوك، ادخلهم؟ اي خلهم يتفضلوا. ساره لا تخلي حد يدخل علينا. ان شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. ها ليلى، جاهزة عشان تروحي معنا الاجتماع؟ ضروري أروح معكم الاجتماع، وليش لا؟ وجودك في الاجتماع جزء من حل المشكلة. إيش رأيك يا عوض؟ أنا لما خبروني عن سلمى وعن الحل اللي راح تشوفه لي، كنت غرقان بحزن كبير يا ليلى. جالس وحدي في المقهى، ما حد يكلمني، ما حد يواسيني في همي، ما حد رضى يساعدني. حتى أقرب أصدقائي يا ليلى ما حصلت ولا واحد فيهم يكون جنبي في تلك اللحظة. هو الحين إيش ناوي تسوي؟ اللي تبغاه سلمى أنا راح أسويه عشانك يا ليلى وعشان مستقبلنا. إيه بس أبوك مشاغله كثيرة وحواليه ناس وايد، وبعدين صعب إحنا نشوف. أنا رتبت كل شيء. رتبتي؟ طبعاً. ها ليلى بتحضري ولا لا؟ 100% بتحضر يا سلمى، ما دام أنا بحضر أكيد هي بتحضر. والله ما أعرف إيش أقول لكم. ليلى لازم يكون في بالك وتعرفي إن المقابلة هذه مصيرية، لأن بصراحة بينبني عليها مستقبلش مع عوض. إنزين، وإذا صار الموضوع أكبر من اللي كنا نتوقع؟ الله يكون معانا إن شاء الله. خلاص، أنا راح أدخل هذه التجربة واللي يصير يصير. إيه بس هذا أبوك؟ حتى لو كان أبوي، أنا ما أعرف طريقة الدفاع اللي محضرتنا سلمى، لكن ثقتي فيها كبيرة من بعد الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام اللي يطيب النفس. لا لا لا، ما أقدر أرتبط بإنسان أهله مو براضين فيني. أدوس على قلبي، أكتم على مشاعري، أفضل من أني أتزوج إنسان أهله ما راضين فيني. هذا قدري والحمد لله رب العالمين. هذا الشاي عندك اليوم. مشكور. أقول لك عمك وين؟ في المطبخ. سير زقر أبوي، سير إن شاء الله. تحرك إن شاء الله. سير زقر تحرك. عند بعيوف. أهلاً وسهلاً أبو عوض. أهلاً ومرحباً، تفضل سليمي. شكراً. هاي بطاقة العمل. أوه الأخت سلمى، أمس اتصلت فيني وقلت إني عندك صفقة، وهذه الصفقة أكيد مربحة. ها ممكن نعرف عنها؟ ممكن تخبريني؟ طبعاً، صفقة من أحلى الصفقات. ممكن أعرف؟ بس لو تسمح لي، عناصرها موجودة برا. الصفقة عناصرها برا؟ يا أستاذ سلمى، أنت باين عليك واجد عملية. ممكن أبو عوض؟ ليش لا؟ ممكن نشوف هذه العناصر. تفضل. أنا قايل لك أبوي ومتأكد إن سلمى راح تشوف لهم حل حل مشاكلهم. هذا الكلام اللي تقوله كلام عدل، مسمار في لوح. كيف مسمار في لوح؟ تاخذ وحدك أبو قايل كذا؟ يا ريال ترى أنا صرت أجمع المعلومات. تعرف معنى المعلومات ولا ما تعرف؟ إنزين، معلوماتك أنت زايد مخ سلمى يساوي حل ناجح. اسمعني اسمعني بارك الله فيك، انا واختي توأم، مخنا نظيف، نفكر صح. انا اي قضيه ادخل فيها تنحل. لا تعيد علامك توأم، بتجنني مو انت. ابوي قضيه فيها انت تصبح ناقصه لو ما فيها سلمى، ولا معلوماتك انت كلها فشوش. انا فشوش؟ كلامك عادل يا فتوش. هلا
عوض وليلى المطلقة؟ نعم المطلقة، وما في أحسن منها، بس ممكن لو تسمح لنا يعني نجلس مع بعض؟ وإذا ما سمحت؟ وبعدين أنت ليش جابتينهم هنا مكتبي؟ هذه الصفقة المربحة اللي قلتيها عنها؟ أولاً أنا جبتهم المكتب عندك لأنك راس العيلة، وثاني شيء ما أعتقد ولا أظن أن العالم خالي من أبو ما يحب أن ولده يتزوج ويجيب له أحفاد. هذا ما كلام، القرارات القرارات في الدوائر الرسمية يا أبو عوض، العوائل لازم يكون لها مفهوم يستند عليه، بس عاد ما مثل قراراتك أنت. والولد ولدك، لكن البنت الكل يعرف أن ليلى مطلقة. أنا سألت عن ظروفها وعرفت القصة كده، الزوج الأول كان إنسان مختلف عن البشر تماما، إيش ذنبها هي مطلقة؟ أبوي ممكن أقول لك كلمة؟ ليلى هذه اللي تشوفها قدامك فيها من المواصفات اللي ما موجودة في أي بنت ثانية، وإذا كان عذرك مع الوالدة إن هي مطلقة فأنا شخصياً أريدها وأحبها وأبغى أتزوجها يا أبوي. عوض، هذا الكلام سبق وناقشناه في البيت. ممكن أعرف أنتوا ليش معترضين على كلمة مطلقة؟ ممكن تفضل برا؟ طبعاً لا، الولد من حقه يتزوج ويعيش حياته الطبيعية، الولد هو اللي ينظم حياته ما غيره. يعني اسمحي، الحب مشاعر عواطف وحاسيس تظل بداخل الإنسان، بس تأكد إني ما ممكن أرتبط بعيلة أهلها ما يرغبون فيه. أنا اللي أعرفه يا عوض إنك بتزوج على زوجتك، وفي هذه اللحظة وفي هذا اليوم اللي أعرفه إن زوجتك حامل. تحب الفضايح؟ انت ايش؟ انت ايش من بلية؟ انا انسانة احب الخير لي ولغيري. جاية مكتبي عشان تهدديني؟ لا، انا جاية افتح عيونك على ولدك المسكين، ولدك اللي يريد يبني مستقبله، لا انت ولا امه يقدروا يفرضوا عليه مستقبله، فهمتني؟ تعرف ليش؟ لانه هو اللي قرر سعادته ما غير اللي قرر. ها ايش قلت؟ هو حر، هو طبيعي حر، لكن اللي اريده منك انك تقنع امه، واريدك تروح للملكه وتبارك له. ما كذاك؟ كذاك. هذا بعد ولدي الحل جاب نتيجه. مشكور مشكور يا ابوي مشكور. هذه المره ما تشكرني، اشكر هذه المره. مشكوره مشكوره يا سلمى وما قصرت. يلا خذ خطيبتك وروح رتب امور الزواج. لكن ها اللي سمعته من سلمى ما يطلع المكتب، ولا ترى مزح عليك. Yeah.
سلامة لا بنسى الموت سلامة لا بنسى الموت سلامة لا بنسى الموت سلامة.